ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. الاهلي 2-1. اكيد طبعا الاهلي هيكسب. ان شاء الله بيراميدز تكسب بكره. رمضان عبد الله. ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0. الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي هيكون 3-1 باذن الله. واثقين الاهلي هيكسب ان شاء الله. يعني ربنا يسهل ان شاء الله 3-0. بطبيعه ان انا اهلاوي ان شاء الله الاهلي يعني يكسب باذن الله. الاهلي هيكسب ان شاء الله 2-0. الاهلي طبعا هيكسب 2-0. 2-0 ان شاء الله. الاهلي 2-0 باذن الله. الاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 ان شاء الله. يعني ممكن 2-1. 2-0 ان شاء الله باذن الله. تكون كفه بيراميدز ارجح ان شاء الله تكسب الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ممكن 1-0 او 2-1 يعني على حسب ان شاء الله. ممكن من بيراميدز رمضان صبحي وعبد الله السعيد. اللي هيجيب الاجوان كهربا ومحمد مجدي قفشه. يعني ممكن وليد سليمان، محمد شريف، طاهر ومحمد شريف ان شاء الله. اللي هيجيب الاجوان محمد شريف. يا ريت يعني قفشه وحسين الشحات ان شاء الله. مروان محسن وحسين الشحات. اللي هيفتح الماتش كهربا ومحمد شريف وقفشه. كهربا وقفشه. محمد شريف وولتر بويلا ان شاء الله هيجيب اول اجوانه وعمرو السليم.